اسمي محمود هاشم الصاوي، عمري 35 سنة، من مساكن جلين. احنا كنا نشتغل ببيتنا بأرضياتنا، صار في حالة من الحرب وما حرب ومن السوالف هاي، فإجا واحد لعنده لأخوي وقال له شو رأيك يا محمد تتطوع كأسعاف؟ قال له والله أنا أحب الفعل لله. فيوم من الأيام كان في راعي كان سارح بطرشاته، وين؟ عند الشركة الليبية شرقيها بشوي. فالدواعش قاموا ضربوا عليه قذيفة، فتطوع أخوي وأسعف راعي الغنم، فصاب أخوي، فبعجوبة أسعف حاله وظل بالمشفى حوالي شهرين يتعالج. الحمد لله طاب، رد، صارت معركة، انتهت المعركة، أخوي اتطوع بالإسعاف مدني على فكرة، ما هو لا بجيش حر ولا بأي صلة، طلع بطلعة الوادي وصعبة جدا، هو وشباب إسعافيين. من صار بينه وبين الجريح حوالي 25 متر، حاول إنه يسحبه ما قدر. تحاصر أخوي عند المخيم، على آخر المخيم المغرب، في طريق يلف على الوادي ينزل على الوادي تحت. انحصر أخوي وشباب، قلنا يا شباب كرمال الله أخوي اسعفوه، غطم عليه، شو ما بدكم سووه، بس المهم إنه نطول أخوي. راحت ساعة ساعتين ثلاث ما قدرنا، طلعوا طيارة ما لقينا أخوي. بعد ساعتين شفنا حريقة، قلنا أخوي حرقوه دغري. قالوا لي أخوك مو فيها، طلعنا الطيارة عليها وصور ليلي، طلعوها ما لقينا لا أخو ولا شباب نهائيا. اللي استشهد تحت المخيم شيء مقطوع راسه، شيء مقطوع ايده، الدواعش مقطعينهم على الفاصل، الا اخوي هو وشباب اثنين لحد الان ما عرفنا عنهم اي صله. طلعت ناس من جلين وقالوا انه اخوك غضبوه الدواعش وحرقوه من عدا اي سبب، وشو السبب ما يهمني، شو سببه انه يحترق اخوي، لانه يسعف مدنيه، يسعف جيش حر، يسعف اي انسان كان يعمل فيه خير، وما اكدوا لي انه هو اخوي احترق ولا لا، بس الاكثريه انه حرقوه. واللي مو ذابحك الا مرت اخوك، هي مرت اخوي، اني مرت اخوي اللي تركها عنا وحامل، تجوز شهر وخمسة ايام ومرته حامل، وبدي يعيش ابنه يتيم، شو ذنبه؟ وشو ذنب عيلته تتعذب من بعده؟ شو قصتها؟ شو مساية بالحياة؟ مساوية شر، لأنه هي كانت تسعف، مرات جاب جوزها لعندها، تضمد ناس، شي مجروح، شي بده خياط، وقتلوه تساوي خير وتلاقي الخير قدام، وربك يسلمك إن شاء الله، بس ما كفت الحياة معه.